السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم رايب كيجي اكثر من رائع، سهل وبمقادير جد بسيطه كيستحق التجربه. غنحتاج ليه لتر ديال الحليب، ياغورت، نكهه ديال الفاني، عندي 3 معالق كبار ديال السكر، والحلاوه دائما كتبقى على حسب الرغبه، وعندي كاس ديال الحليب المجفف 60 غرام. كاسرولة غادي نوضع السكر، ونص لتر ديال الحليب، غادي نوضعو على النار حتى يدفى، ماشي يغلى، غير تبدا تطلع في ديك الروه غادي نطفيو على البوطه، منخليوش حتى يغلى. وهنا غادي نوضع حليب مجفف 60 غرام تقريبا في كاس صغير، ياغورت ديال الفاني، صلات ديال الحليب، غادي نخلطهم مزيان. خلطت مزيان الحليب نص لتر مع الياغورت والحليب المجفف، غادي نضيف عليه الحليب اللي دفيته شويه، ما كيغلاش، كنعاود نكررها غير نلقاو دافي شويه، صافي غنطفيو على البوطه. وغادي نعمرو في كيسان، بسم الله، من بعد ما عملت الرايب في الكيسان غادي نغطيه بمناديل ورقيه، ضروري يتغطاو بالورق، يعني مناديل ورقيه او قطعوا الورقه ديال الفران صغيره، حيت الا غطيناها مباشره بالبلاستيك ملي كيكون سخون كتقطر لنا، يعني كيطلع داك البخار وكيرجع الرايب وما كيجمدش من الفوق، يعني هاد الطريقه افضل. من بعد غادي نغطي البلاستيك، غادي نغطيه مزيان، بهاد الطريقة،
من بعد ما غطيتهم بالمناديل الورقي والبلاستيك ودرتهم في السينية ديال الفران وغادي ندخلهم الفران ليله كامله. هذا هو السر باش كيجي لينا عاقد كيجي ناجح 100% بلا ما نعملو ما سخون بلا ما نعملو كوكوت، يعني طريقه سهله. وغادي نغطيه بواحد الفوطه والفران ماشي يكون سخون بزاف. يلا شعلته من قبل واحد 10 دقائق، غادي نطفي عليه وغادي نخلي الرايب ديالي ليله كامله حتى الغدا ان شاء الله. تشوفوا كي كيجي من بعد ما خليت الرايب يبات ليله كامله وهو في الفران دافي، غادي نشوف كيف صبح. بسم الله. صباح عاقد كيف كتشوفوا، غادي نحل عليهم كاملين. تبارك الله. الطريقه الصراحه سهله، حس من الماء سخون ولا الكوكوت ولا ومقادير ديالي كيف شفتوا بساط. انا عملتهم غير في الكيسان كبار وخرجوا لي 5 ديال الكيسان حيت هذا الكيسان كبار شويه. وكيجي ناجح 100% ان شاء الله غادي ينفع السحور في رمضان. وغادي ندخلو للتلاجة حتى يبرد مزيان عاد نستعملوه ان شاء الله. وحتى هاد الطريقة كيف قلت لكم ضرورية ما نعملوش البلاستيك هو الاول، حيت ملي كيكون باقي سخون يعني دوك البخار كيطلع وديك القطرات ديال الماء كيرجعوا ليه الفوق وكيبقى فازق من الفوق ما كيجمدش حتى من الفوق. يعني ضروري نعملو هاد الورق عاد نعملو بلاستيك. ها كيف كتشوفوا باقي، عاد ملي غندخلو الثلاجه غادي يزيد يجمد كثر. وها الرايب ديالنا واجد كيجي عاقد رائع كيستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه رمضان واكيد غيعجبكم ناجح 100%. هاكي كيجي افضل من الجاهز. كنشكركم بزاف على المتابعه الى وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في امان الله. السلام عليكم.